ما حكم تأجيل الحج حتى ولادة الزوجة للعام القادم حتى تستطيع زوجتي أن تحج معي؟ أنا مستطيع ماديا. هذه المسألة مبنية على أمر يا أحمد، وهو هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ فإذا ذكرت مثل علتك أرى أنه لا بأس أن تنتظر إذا كانت زوجتك ستحج معك وتكون محرما لها، وإذا حججت أيضا وحدك فلا بأس كذلك لأنه وجب في حقك، فالقولان قائمان.